عرفنا الليلادي اللي حنستعرض معاه صفحات من حياته الفنان الكبير كمال الشناوي. بنرحب بيك. اهلا استاذ كمال. تحب تبدا باي صفحه؟ متروك ليك حريه الاختيار. عندك كتاب كبير عمره مش عمره طبعا الفني او عمره الحقيقي، عمره الفني 27 سنه. ممكن نرجع لصفحات قديمه. البدايات ايام الطفوله او المرحله الابتدائيه. بالتالي ان دي بتبقى الذكريات الحلوه اللي الواحد بيبقى دايما يفتكرها. اكيد. يعني انا اذكر في بدايتي حسيت ان انا فيها حته فنان، حته روح فنيه. حسيتها ولا حد من حواليك حسها يا استاذ كمال؟ لا، كنت انا حاسسها، ويمكن كان اللي حواليا، يمكن الاسره او اصحابي كانوا برضو بيحسوها. كنت بحسها لاني كنت في الوقت ده بحب اقرا كتير. كنا في المنصوره، يعني الطفل في المدرسه زمان كانوا بيهتموا بيه خالص. كان في اوجه نشاط فني ورياضي، في فرق موسيقيه. بتهيألي ده موجود يا استاذ كمال حاليا برضو. هو موجود. يعني يمكن انت حسيته اكتر في مرحلتك. لا، هو موجود طبعا، لكن هو بيني وبينك الاهتمام بيه مش زي زمان. قل. يعني مدرس الموسيقى هو بيحاول انه يحفظ الاولاد. هي يمكن بترجع شويه للكم الكبير من الولاد. ده دي نمره واحد. نقطه مهمه جدا كده. طب انا عايز اعرف البوادر، يعني نقول ايه، حمى الفن ولا ايه، ظهرت ازاي عليك الاعراض في الفتره دي وانا طالب؟ كان في استاذ هو مسؤول عن النشاط الفني في المدرسة. قدر يعني يكتشف في حتة الاهتمام الفني من ناحية الغنى ومن ناحية التمثيل. فكان بيعهد إلي بإني مثلا أكون لي وجود في فرقة التمثيل، ممكن أقول الكلمة بتاعت المدرسة. في الأغاني كان ممكن يميزني أنا عن الطلبة، بحيث أن أنا أقدر أقول وهم يقولوا ورايا ككورس. بدأت أشعر فعلا بالهواية دي في الصغر. بس حكاية الأغاني دي تاني مرة حضرتك تكررها، وارتبطت أنت بالأغنية وبالغناء في بداية حياتك الفنية. ومش هنعبرها للعلم يعني. جينا عودة عليها تاني. لا، هو فعلا اللي بيحصل طرفي، يعني هو مهم جدا إن مش مسؤولية المدرس، مش مسؤولية إن هو يعلمه بس. هو لازم يهتم المدرس بنشاطات تانية في الطالب أو الطفل في الصغر. يعني لازم يهتموا بيه اهتمام كبير، بحيث ان هم يقدروا يوجهوه التوجيه السليم. يعني في النواحي الفنيه ممكن يوجهوه، ممكن يخلقوا منه فعلا فنان، هو اديب، كاتب، عالم. بنحط يعني بذره الفن، بيحس بعد كده باي شيء باحساس فني ثاني خالص. ايوه، هو ده اللي انا عاوز اقوله. يعني المدرس مش مهمته بس ان هو يعلم الدرس بتاعه، احنا لازم نهتم بالطفل في السن الصغير وميوله، ومن خلال اكتشافنا للميول بتاعته ممكن نوجهه في الدراسة الكاملة أو اللي تفيده. يمكن حكاية ارتباطك برضو بالتدريس وفي مجال فني مخلي برضو أستاذ كمال الشناوي يركز على الحتة دي بالتحديد. طبعا الاحتكاك حسيتها بالفعل. طبعا أنا ما بنساش أن أنا مدرس لحد دلوقتي. يعني بحس أن أنا، انت عارفه، تخرجت من معهد التربيه العاليه للمعلمين واشتغلت بالتدريس 4 سنين، فلغايه دلوقتي بشعر ان انا لسه في حته المدرس. ممكن تكون موجوده دي من خلال اتصالي بالناس في عملي. ممكن مساله الالتزام، الدقه في المواعيد، احترام العمل، دي مهمه جدا. ولسه مدرس بالنسبه لابنك؟ في الاسره موجود كاني مدرس. ابني برضه بيشعر لازلت ان انا مدرس، وهو حتى لاحظها. يعني قال لي يا بابا، توجيهاتك معاه على طول كده. قال لي يا بابا انا بستغرب، انا بحس ان انا بسيب المدرسه بلاقي فعلا مدرس او مدرسه بتوجهني في البيت، وبلاقيك انك انت برضه نفس الاسلوب. فانا مش فاهم، هل يا ترى انت لسه يعني ما انفصلتش عن التدريس، ولا دي بقى بحكم انك انت اب فبتوجه؟ قلت له لا، هي انا لغايه دلوقتي فيا حته المدرس ومش قادر تنفصل منه. اكيد.
ايه هو ابن حضرتك دلوقتي عنده قد ايه؟ عنده 20 سنة. 20 سنة؟ فافتكر خلاص بقى ارفع الوصاية يعني يا استاذ كمال. بالعكس بالعكس. شوفي ابني، انا اقول لك بقى يعني اللي حصل، انه سفرته انا من 3 سنين وهو كان عنده حوالي 17 سنة او اقل، سفرته لوحده لندن لوحده، لا حد قبله ولا حد يعني يعرف حد في البلد، وقطعت له التذكره وركب الطياره ونزل على اساس انه يبتدي يعني يعيش في هذه الحياه بعيد عن واعتماد على نفسه كامل. والحقيقه اهتم هو قوي قوي بالفتره ديت، قعد يجي شهر ونص اشتغل بنا يكسر ويبني، اشتغل في قلب لوكاندا رغم ان هو ما كانش محتاج للفلوس وكان ممكن يقدر يتفسح، واشتغل اشغال كتيره جدا، وراجع تشوفي شخصية تانية خالص غير الشخصية اللي هو كان موجود فيها. طب كويس قوي. يعني فأنا يعني بعتبر ابني كصديقي، بوجهه ولا يزال لغاية دلوقتي يعني لما بيبقى عنده مشكلة بيجي يقولها لي، وتعود على حتى المشاكل العاطفية يقولها لي. أصل مين هيحل له يعني غير الأستاذ كمال الشناوي كل المشاكل العاطفية خلال الخبرة الطويلة العاطفية؟ لا، إحنا دايما باستمرار يعني بنعمل فرق ما بين يعني الابن والأب، ومسؤولية الأب دايما بتختلف. يعني الجيل بتاعنا إحنا زمان كان الأب شيء مرعب، شيء يخوف، ما نقدرش نتكلم، ما نقدرش نرفع صوتنا، ما نقدرش نلعب، ما نقدرش نبدي رأينا. دلوقتي اختلفت التربية، اختلفت خالص طبعا، ومن المصلحة يعني فعلا لازم يبقى في تفاهم ما بين الأولاد والأمهات والأبهات، ما تبقاش مسألة بعيدة عن كل واحد في وادي تاني وبس واحد هو اللي يؤمر والتاني يطيع. لا مش ممكن. انا ابني مثلا بقعد اناقشه واناقشه واناقشه ويقتنع بيا يقنعني يعني، فدي حاجات ظاهره دلوقتي كل الجيل الجديد يا استاذ كمان لا يمكن بيسلم باي امر واقع، لازم يناقش ويقتنع وبعدين بيمشي اللي عايزه. هو في تمرد في الجيل الجديد، وده للاسف التمرد ده مش انه يفرض رايه بس، هو اللي بيحصل ان هم عاوزين يفرضوا رايهم وعاوزين هم يحسوا انهم مستقلين، محدش واصي عليهم، وده غلط. هي يعني تسلسل زمني، هو بعد الكبت قوي والضغط قوي بيحصل حاله التمرد النسبيه على اساس ان هو عايز ينتزع حقوقه بالكامل، بعد كده هيحصل توازن. بيتهيألي التسلسل المنطقي يكون توازن فيما بعد، صح؟ مش كده؟ صح. يعني هم بياخدوا الحقوق اللي خدناها منهم زمان بالعافيه دلوقتي، وكمان بيتمردوا يعني يعملوا رد فعل. لا، انا مثلا من ضمن الحاجات الجميله قوي انه يقول لي مثلا انه معجب ببنت، معجب بيها، وهل يا ترى البنت دي بعد ما هو هيتخرج، ده بيقول لي يعني فاضل له 3 سنين وتخرج من معهد ليوناردو دافنشي قسم عماره، هل يا ترى البنت دي بعد ما اتخرج انا وابقى مسؤول عن نفسي هل ممكن انا اتجوزها؟ هل يا ترى حد هيجي يخطبها وممكن تفضله يعني عنه؟ الحاجات دي بتشغله، التساؤلات دي كلها بتطرح عليك، بتطرح عليا. بتريحه وبتقول له احتمالات كلها طبعا قوي، ولدرجه انه بعض الاحيان مثلا ادعو صديقته انهم يجوا في البيت ويقعدوا نتكلم مع بعض ونقضي وقت حلو في النادي في البيت، اعزمهم عندي اذا كان في فيلم، بحاول ان اعمل رباط عاطفي او رباط اسري او عائلي بين اهلها وبيني، حتى بحيث ان انا اذا كان هو دي ميوله لها فبحافظ على ان ممكن تبقى الميول دي موجوده، بحيث ان فعلا لو حصل في كلام في مساله الجواز بالنسبه له ممكن البنت دي تستناه او ممكن العائله دي تقبله. طب بساعده. احنا عنوننا الصفحه دي كمال الشناوي الاب الصديق. عايزين صفحه تانية بقى نرجع لها فورا، بدينا الحوار فيها من شويه. وطبعا الاب خد كمال الشناوي الفنان مننا. فنرجع ونقول الاعمال الفنيه اللي بدت بيها استاذ كمال. لا، هو في يعني فتره اللي هي الوسط، الوسط دي اللي هي تعتبر الفتره قبل ما اشتغل في السينما. دي لا يمكن الواحد ينساها. يعني مثلا اقول لسيادتك حاجه، انا اول ما حسيت ان انا عندي فعلا ميول فنيه من ناحيه زي ما قلت الغنى والتمثيل والرسم، لقيت ان الناحيه الفنيه كلها شغلاني بالكامل. يعني عينيا بتشوف وودني بتسمع وعندي حاسه ملياني من الناحيه الفنيه.
يعني كنت مثلا اتفرج على افلام، اتفرج على لو جت مثلا فرقه مثلا مسرحيه في البلد اللي انا كنت فيها، المنصوره او دمنهور، يعني اوفر من مصروفي عشان اقطع التذكره وافضل مستني عشان اتفرج. اهتمامي باخبار الفنانين واخبار السينما كان كبير جدا. دخلت معهد الموسيقى الشرقي قسم الاصوات امتحان ونجحت. ده قبل كل اعمالك الفنيه كل ده حصل؟ قبل ما اخش في الجو الفني كممثل محترف يعني. ففضلت لحد امتى في معهد الموسيقى استاذ كمال؟ انا قعدت فيه حوالي 3 شهور او 4 شهور، ما قدرتش اكمل. لان كنت في الفتره دي لسه طالب في معهد التربيه العاليه للمعلمين، وفي الوقت نفسه في معهد الموسيقى. فما كنتش قادر اجمع ما بين الدراسه في الاثنين. كانت منهم واحده هتغطي على ثانيه، فانا حرصي على اني اكمل دراستي الاساسيه تنازلت عن حكايه المعهد ده. بس حتى لما دخلت معهد بتختار، دخلت معهد موسيقى. يعني البدايات كان هوايه بتقلي موسيقيه اكتر منها تمثيليه. من تمثيل؟ لا، ما كانش ايامها في معهد تمثيل. ما كانش في ايامها معهد تمثيل. معهد التمثيل ده اتعمل بعد كده، بعد ما انا تخرجت من معهد التربيه للمعلمين. كان في معهد التربيه للمعلمين عملت انا نشاط فني. يعني كان ما كانش في فرقه تمثيل لنا احنا. كان استاذنا او عميد المعهد كان الله يرحمه الدكتور اسماعيل الاباني، وده كان في وقت من الاوقات كان وزير التربيه وراجل تربوي من التربويين الحقيقي اللي خرج جيل من المدرسين الكويسين الاكفاء. فلما دخلت المعهد ما لقيتش فيه فريق تمثيل، وعايز اشبع هوايتي. جميع مراحل الدراسه بتاعتي كنت بشبع الهوايه دي في فريق التمثيل في المدرسه. فطلبت ان يبقى فيه فريق تمثيل في معهد التربيه للمعلمين. فاساتذتي كان منهم الدكتور الاوصي والدكتور كامل النحاس، دول اساتذه يعني الحقيقه معترف بيهم اساتذه في علم النفس. واحد منهم قال لي اوعى تجيب سيره انك انت تعمل فريق تمثيل هنا في المعهد. ليه؟ لان العميد ضد فكره ان في حاجه تشغل اي طالب في المعهد غير الناحيه التربويه. احنا بنخرج هنا مدرسين تربويين بس. يعني تهديد انه يخرجك بدري. يعني ممكن يرفدني. فانا الحقيقه استغربت، يعني ازاي ده يحصل؟ المعهد ده ما يبقاش فيه فريق تمثيل ازاي؟ اتشجعت وخدت بعضي ورحت للعميد ودخلت له عشان اقابله واتكلم معاه. ما ادانيش فرصه ابدا ان انا اتكلم معاه، ورفضني، طردني، وقال لي اعتبر نفسك مفصول انت. لسه ما فيش شهرين في بدايتي اول دخولي مع تربيه. فخرجت الحقيقه، يعني يا ريتني كنت سمعت كلام الاساتذه دولت وما كنتش رحت له. ده انا اترفدت ولسه ما بقاليش شهرين، حاجة مش معقولة. طب هعمل ايه؟ رحت للأساتذة تاني، قالوا لي ما احنا قلنا لك، ما كانش في داعي ابدا انك انت تروح تقول له. احنا عارفين انه صعب قوي. طب يا جماعة انا اترفدت؟ قالوا لي طبعا اترفدت. الا طب وانتوا هتسكتوا على الحكاية دي؟ الحقيقة الدكتور كامل النحاس يعني لف كده وراح قابله، والظاهر انه قدر يقنعه باني يسمع مني وجهة نظري. يعني ما يبقاش هو رافض الرفض خالص، لكن ممكن يبقى الرفض بطريقة يعني هادية شوية، وفي الوقت نفسه ان انا اقتنع وابقى ارجع وابقى طالب في المعهد على اساس ان انا هبقى مدرس وخلاص، ما فكرتش في التمثيل. ففوجئت بين العميد طلبني ورحت له. قال لي ايه اللي انت عايزه؟ قلت له يا فندم انت يعني رفضتني كده بسرعه وما قدرتش تسمع كلامي. يعني انا عايز افهم فريق التمثيل ده لما هيبقى في المعهد ده هيعطلنا احنا عن اننا ندرس ونتعلم ان احنا نبقى مدرسين تربويين؟ ده بالعكس، ده هيساعدنا. لأني أنا بعتبر المدرس الناجح هو اللي يبقى ممثل. إزاي يقف في الفصل؟ إزاي يقدر يقنع الطلبة؟ إزاي يوصل لهم اللي هو عايز يقوله؟ إزاي الطلبة يحسوا بيه؟ مظبوط، دي مهمة جدا. إزاي عشان تبني مدرس يقدر يأثر على الطالب ويحسسه بالدرس وبقيمة الدرس ويوصل له؟ وده مش بس كده، ده احنا لما نعمل فريق تمثيل في المدارس ونهتم بالحاجات دي هنقدر نكتشف ميول الطلبه ونقدر نوجههم. يعني احنا نقدر نوجههم، فليه ما يكونش في فريق تمثيل؟ اقتنع وقال لي طب شوف حد من الاساتذه يعمل فريق تمثيل. ده بعد الرفض. بعد الرفض طوالي اقتنع. فرحت فعلا جبت الدكتور كامل النحاس كمشرف على فريق التمثيل، وجبنا الاستاذ زكي طليمات عشان يدربنا على الاداء في رواية. وجه الاستاذ زكي طليمات، حصلت بيني وما بينه علاقه بقى، حبني حس بيا
وعرف ان انا يعني عندي هوايه التمثيل كبيره جدا، فحب يساعدني. في الوقت ده اتفتح معهد التمثيل، فطلب مني ان انا التحق بمعهد التمثيل. فلقيت ان الحقيقه الدراسه في معهد التمثيل يعني اغلب المواد اللي ممكن ادرسها خلاف التمثيل انا ادرسها في دراستي بتاعت معهد التربيه المعلمين، تاريخ فنون، ادب مسرح، كل ده كان موجود، فن تشكيلي، ديكور، حاجات زي دي، كل ده درسه انا، فما فيش اضافه بالنسبه لي، فما دخلتش معهد التمثيل. هو بقى حب يساعدني بقى في السينما، فجت فرصه ان انا اتعرفت فعلا بمخرج من المخرجين عن طريقه، ولكن ما حصلش ان انا والمخرج يعني ارتحنا مع بعض، لاني قعدت كنت بناقشه مناقشات يمكن جايز ضايقته، وده اللي يمكن خلاه ما يفكرش فيا، حتى درجة ان هو قال لي انك لا تصلح للتمثيل، وانك انت لا فوتوجينيك ولا حاجه، ولا تنفع تبقى ممثل. ضيعك خالص. فعلا كان يعني خلاني يمكن اتأزمت من السينما عموما. يعني دي مرحله في الفتره دي كنت بتدرس رسم؟ في الفتره دي كنت بدرس رسم. يعني مستمر بين تدريس الرسم وتنميه الهوايه بالنسبه لك في التمثيل؟ يعني كنت فعلا بدور على اني الهوايه دي اكبرها، لدرجة ان انا كنت في الاذاعة، اشتغلت في الاذاعة، وكنا لسه هو يعني كان فيها فريد شوقي لسه ما ظهرش في السينما، ولا عبد المنعم مدبولي، ولا صلاح منصور، واحد اسمه لطفي عبد الحميد، مجموعة كبيرة. المجموعة دي كلنا كنا هواة، وكنا حتى بنشتغل في الاذاعة، كانوا بيدونا 50 قرش. كويس قوي. ايامها كنا بنفرح قوي ان احنا صوتنا في الاذاعه. قبل ما تبتدي يا استاذ كمال يعني الاحتراف، كان مين من الفنانين بيشد انتباهك قوي في الفتره دي؟ بالنسبه للفنانين المصريين؟ طبعا في الوقت ده ما كانش فيه غير الله يرحمه انور وجدي، واحمد سالم، ومحسن سرحان، ويحيى شاهين. محسن سرحان كان قبل منك بكتير؟ بكتير، هو ويحيى من قبليه من فتره طويله قوي. فطبعا يعني الواحد كان في نوعيات من الافلام كانت بتعجبني، لان انا كنت احب النوع اللي يبقى جدي شويه، او روايه يعني تحس انها فيها موضوع وطريقه التناول في الاخراج. فكان في فتره تعتبر فتره ذهبيه بالنسبه للفيلم العربي، في وقت ايام ما كان في كمال سليم، العزيز حسين صدقي، برافو افتكرته. فكان في حسين صدقي يعجبني، كان في انور وجدي يعجبني في بعض الروايات. لكن مين كان بالنسبه لك في القمه يعني تحس في القمه ايام؟ كنت احب فعلا انور وجدي وحسين صدقي. انور وجدي هما الاثنين دول كانوا يعني من الممثلين انا احبهم قوي. مين اللي قدمك بالفعل للسينما؟ اللي قدمني للسينما صديق ليا كان قاضي في اسيوط. انا بعد ما تخرجت بقى كمدرس، اتخرجت واشتغلت مدرس في اسكندريه، ونزلت من اسكندريه ما فيش، قعدت شهرين، حصل خلاف بيني وما بين الناظر بتاع المدرسه، وعملوا لي مجلس تاديب ونقلوني الى اسيوط. فعشت في اسيوط سنه او سنه ونص. كان في الفتره دي كان فيها المدير بتاع اسيوط اللي هو الشاعر الله يرحمه عزيز باشا اباظه، فحصل علاقه بيننا وبين بعض، وهو كفنان وانا عندي هوايه التمثيل والغنى والحاجات دي، فقدرنا نعمل نشاط في اسيوط، نشاط كبير قوي. اتنقلت لمصر، عملت المحاوله مع الاستاذ زكي طليمات ان هو عرفني بمخرج، وحصل بينا من بعض الكلاش ده او المشاجره اللي ما ادتش ان انا اشتغل. وبيني وبينك كنت خلاص يعني يئست من فكره ان انا اشتغل في السينما. فقابلني صديقي بقى القاضي ده اللي من اسيوط في رمضان في قهوة سانسوسي في الجيزة. ده كان سنة كام بالظبط؟ كان سنة حوالي 47. 47 مظبوط كده؟ بالظبط 47. فجاه قال لي يا اخي ده احنا كنا متوقعين لك نشاط كبير، وقاعدين مستنيين الفنان السينمائي كمال الشناوي، ايه اللي حصل؟ قلت له لا ده انا قرفت خالص من السينما ومش عارف اشتغل مع الناس دولت. قال لي ليه؟ قلت له حصل كذا وكذا وكذا. قال لي لا 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 انا هعرفك باخويا المخرج. قلت له ليك اخ مخرج؟ قال لي مين؟ نيازي مصطفى. قلت له هيطلع زي المخرج الثاني ومفيش داعي ان انا اقابله، لان انا ما عنديش استعداد ان انا اخش في مناقشات واحصل فيها يعني اللي حصل ده. قال لا 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 مش دعوه. خدنا بعضنا في نفس اليوم، طلبوا بالتليفون، ورحت قابلت نيازي مصطفى وكوكا
الست زوجته، والحقيقة كان استقبال لطيف جدا وأعجب بي خالص، وخد عنواني وخد تليفوني وخد صورة كانت معايا، وقال لي أنا بعمل عمل يمكن أخش فيه في بحر شهر، هتصل بيك وعندي دور أساسي من الأدوار أو يعتبر هو الدور الأول في الرواية دي. وانتظرت طبعا الأستاذ نياز مصطفى أن يتصل بي، فيعني ظهر نسي ما تفهميش أو حاجة زي دي، فواحد من أصدقائي قام ضرب له تليفون وبيسأله بيقول له أنت يعني خدت عنوان فلان الفلاني كمال الشناوي وجاه زارك هو وأخوك القاضي وبتاع؟ قال له فين أنا بدور عليه؟ قال له ده ما أنت معك العنوان؟ قال له العنوان راح والصورة راحت، ده أنا عايزه ضروري. فندهولي من القهوة، كنت قاعد على القهوة، قالوا لي كلم بالتليفون، فرحت عشان أتكلم، أنا مش عارف إيه الحكاية، مش عارف مين اللي طالبني، ومعرفش إن صديق عمل الحكاية دي. فلقيته نيازي مصطفى وقال لي أنت فين؟ تعال لي حالا. نزلت، قال لي أنا بكرة حصور، يعني شوف بقول لك الظروف، بكرة حصور، والدور بتاعك عبارة عن طالب في كلية الطب بيحب بنت الجيران اللي أبوها جزار كان بشارة وكيم وهي إلهام حسين، وبيحصل بينكم بعض استلطاف وقصة حب، وبعدين بتبتدي تيجي تخطبها، فبتقوم الحرب، فالراجل الجزار ده بيشتغل بقى في السوق السوداء، فبيغتني، فبيسيب الحي اللي هو كان موجود فيه وبينتقل إلى جاردن سيتي، والبنت طبعا بيبقى عندها تطلعات فبتنسى الدكتور ده وقصة حبها وبتعيش في حياة تانية، وبعدين في الآخر خالص بتحس في ندم وبتقابلني، بكون أنا نجحت كدكتور وتخرجت وبقيت كويس، وبتبقى النهاية السعيدة. ده كان دور من الأول الأدوار اللي أنا عملتها. طب لو قلبنا في الصفحات كده ممكن نعرف الأجر كان كام أول دور؟ الأجر ده كان له حكاية. أنا بقى طبعا بقرأ كان كام الأول؟ كان 100 جنيه سنة 47؟ كان ايه قريب؟ كان هايل طبعا. طبعا كان كويس. ولا هو كان بيني وبينك انا داخل على 500 داخل على 500 جنيه الراجل اتجنن المنتج، قال لي انت بتقول ايه؟ ده بشارة وكيم اللي اسمه بشارة وكيم واخد مني 250 جنيه، ليلى فوزي واخده 150 جنيه. الله، طب الارقام اللي بتكتبها الجرايد دي ايه؟ انا انت يعني واخد على حكايه الارقام الجرايد بيكتبوا أرقاب اللي بياخدوها الفنانين. طبعا فأنا بقى تخيلت بقى شيء وهمي جدا ان انا هاخد 500 جنيه بقى، وده ركبتها في مخي، في الاخر وصلت ل 100. طب استاذ كمال، يعني الفيلم اللي قدمك بالفعل للمشاهد كان فيلم ايه؟ الحقيقه انا في الفتره الاولانيه دي عملت مجموعه من الافلام كتيره، حتى لدرجه ان ما كانتش ظهرت في السينما. يعني ايام ما كنت بعمل انا غني حرب كانوا بيجوا منتجين ومخرجين يتفرجوا عليا وانا بمثل، وطلعت سمعه ان في فنان جديد طالع مش عارف ايه وبتاع، فتعرفت ببركات وتعرفت بمرحوم حلمي رفله وبدر خان، ومضيت مع كل دولت. عملت يجي اربع افلام ما كانش لسه اول فيلم ظهر. في فيلم كان اسمه سجل الليل، كان فيه عماد حمدي وانا وليلى فوزي، كان اخراج بركات، واللي كان اتعمل كان افتتاح سينما ريفولي. اعتقد ان الفيلم ده لفت النظر بالنسبة للجمهور. الجمهور بقى الجمهور اكتر، لان انا كنت في اول فيلم ما كانش اسمي معروف، يعني كان اسمي محطوط تحت القائمة خالص بتاعت الممثلين في الاول. لكن ده بالنسبة لك كان اتعرف بيك شوية؟ اتعرف بيا شوية. وبعدين في فيلم كمان يمكن كان اكتر شعبيا ونجح، اللي هو فيلم كان اسمه ليلة الحنة، كنت انا وشادية، ده اللي عمله الله يرحمه انا وراجلي اللي اخرجه انا وراجلي. ده يمكن اكتر، ده يمكن اكتر. من وجهه نظرك الخاصه بتحس انه احلى فيهم؟ ليله الحنة. اشمعنى؟ لانه كان كدور بالنسبه لك ولا كفيلم؟ كدور وكفيلم. كان موضوع المواضيع الاجتماعيه اللي انا بحبها او اللي بحس فيها انها يعني بتعجب الناس، او فيها قيم وفيها مثل وفيها تضحيه فالفيلم يعني ده يعني الحاجات اللي بتعجب وبيسقفوا لها قوي وكده. بننقل لصفحه ثانيه، بننقل الصفحه دي بسرعه وبننقل لصفحه ثانيه، ونقول مرحله بقى دخولك الشهره والنجوميه، وتقول لنا قمه ادوارك في دور الفتى الاول. لعبت دور الفتى الاول فتره طويله جدا، ويعني نقول ايه، تربعت فتره طويله في المكان ده، فكان قمه ادوارك في ايه؟ والله هو في مجموعه من الافلام كتيره جدا في الفتره دي، اللي هي الافلام اللي ارتبطت فيها شاديه معايا.
هي أكثر أفلام. لأن كانت شادية أنا في الوقت ده يعني الحقيقة ظهور شادية أنقذني. ليه بقى؟ لأن كانت بطلات السينما في الوقت اللي أنا اشتغلت فيه كانوا أكبر مني في السن. يعني كانت في رأي إبراهيم أكبر مني. الحكاية مش جاية يعني أوي. فكنت بمثل دور الحبيب ودور الزوج، فكان شكلي صغير وهي شكلها كبير. كان في كوكا مثلت معاها. كان في رجاء عبده. كان في ممثلات كبار يعني كنت انا صغير خالص. ما تبقاش مقنعه الحكايه دي خالص. ما تبقاش مقنعه وانا شخصيا ما بقاش مقتنع. يعني طب ينطبق نفس الكلام ده استاذ كمال على الفتى الاول لما يكون كبير قوي عن سنه؟ برضه ما يقدرش يقنع المشاهد الجمهور؟ يعني لو كان كبير شويه عن سنه هو بيمثل دور الفتى الاول ده برضه ينطبق عليه نفس الحكايه بالنسبه للممثلات؟ شوفي بالنسبه للراجل يعني كفتى اول هو مش يعتبر كفتى، هو كرجل اول يعني في نضوج. الادوار اللي بتترسم في الافلام دايما بتكون بتتعمل لا هو بيتعمل الفتى الاول اذا كان ناويين يعملوا فتى الاول الولد اللي بيجري ورا البنت ويعكسها ومش عارف ايه ويستناها وبتاع، لا ما نقدرش احنا نعمل الحاجات دي. موضوع الغناء وانت لسه حالا بس كمان برضه اتكلمت فيه. بديت مع شاديه وغنيت اكتر من فيلم مع شاديه. وعملت ثنائي فتره طويله جدا، والحقيقه كان صوتك بالنسبه للجمهور يعني ده مش رايي لوحدي، كان بيحبوا يسمعوه يعني، فما استمرتش في التجربه انت. ما انا ما استمرتش فيها لاسباب كتير برضه. يعني بدايه غنايه في ان انا اشترك بالغنى ولو حاجات خفيفه مش بمعنى غنى او طرب بمعنى طرب يعني. فكرة ان انا استهلكت كل الحركات اللي ممكن تعملها مطربة ويكون قدامها البطل بيسمح، يعني ازاي يبقى ماشي هو وهي، ازاي يقعد، ازاي يجينا ورا شجرة، ازاي مش يبوسها، ازاي مش عارف يكلمها كلمة، ازاي كل ده خلصت لدرجة ان مبقاش عندي حاجة جديدة اعملها. يعني خلاص بكرر روحي. طب وبعدين يعني هي تغني وانا مثلا اقعد اتفرج واقعد اتفرج كده وابتسم ومش عارف ايه وبتاع، خلاص خلصت كل اللي عندي. فلازم تشارك. فجيت في يوم من الايام فيلم كان اسمه بشرة خير. المفروض ان كان في اغنيه يعني بتاعت سوق على مهلك دي في الفيلم. فجيت قلت للمخرج، قلت له طب يعني عايز اسال سؤال. اتنين مع بعض بيحبوا بعض. البطله بتاعتنا ما هياش مطربه. انها بنشوفها في قلب مثلا صاله بتغني او حاجه، دي واحده بنت ناس وبنت راجل عظيم وبتحب المهندس الصغير ده وبتغني. طب ليه انا ما اغنيش واشترك معاها في الغنى؟ طالما الموقف بيتطلب مننا ان احنا سعداء وبنغني، فليه ما نبقاش انا مشترك في جزء من الغنى؟ على الاقل يبقى في يعني توافق كده وانسجام. قال لي والله انا معاك. كويس. خدت اللحن ده، كان لسه منير مراد الملحن طالع جديد، كان عمل بعض اغاني لفيروز وانور وجدي والحاجات اللي زي دي، من ضمنهم معانا ريال معانا ريال ومش عارف ايه ومبلغ تلحين منير مراد، حاجات كده كانت دمها خفيف قوي كانت جديده على السينما. رحت له البيت وكان الراجل ده مريض وقاعد يعني في درجه حراره تحته 40. قلت له اللحن ده الكلام ده عايزه يتلحن في بحر يومين، وحكيت له الموقف وانا كلامي اهو وكلام شادي اهو و و و ولا اخر. لحنه بالفعل. لحنه وجاء. يعني كان فعلا ورا ده حماسك للفكره. حماسي للفكره واتكررت مع صباح في فيلم من انتاجي اللي هو اسمه طريق الدموع. كانت اغنيه زي العسل زي العسل، كان لحنها الموجي واللي كتب الكلمات بتاعتها مرسي جميل عزيز. دلوقتي لو طلبنا منك نسمع حاجه. تسمعي يعني اغني انا؟ لا ما انت عندك الافلام خدي منها واسمعي. لا عايزين نسمع حاجه منك دلوقتي وده يبقى صفحه من صفحات حياتك. ده انا بشرب سيجاره هغني ازاي؟ يعني ما تبخلش على صفحات حياتك بجزء ظريف زي ده. ما انا يعني انا ما بقولكيش ان انا صوتي يعني مطرب ابدا. معلش ما احنا بنقول يعني بتأدي يعني بتأدي بشكل ممكن يعجب الجمهور. هنسمع ايه دلوقتي؟ زي ايه يعني؟ لا تختار حاجه عشان مش معقول هقول هفرض على ذوقك حاجه يعني. مش عارف يعني اقول الحاجات اللي قلتها؟ يا ريت. الحاجات اللي قلتها يعني عشان تبقى يعني هعرف اقولها. بدل ما اقول حاجه ثانيه واعمل نشاز تبقى مشكله. ماشي. في عندك
زي لا سل 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 الحب زي العسل. مين اللي قال زي العسل؟ الحب مش زي العسل، الحب نار نار مش عسل. بس والله هاي يعني لازم تواصل التجربة. تواصل نصيحة ولا أزكى. استاذ كمال، احنا دلوقتي بنقدر نقول في نقله فنيه كبيره جدا في حياه الفنان كمال الشناوي بعد ادوار الفتى الاول اللي وصلت كم؟ وصلت كم فيلم يعني؟ يعني قولي 180 فيلم. 180 فيلم. بننتقل لصفحه ثانيه واحنا بنقول تحويله بالنسبه لك جامده جدا لأدوار تانية، قدرت تأقلم نفسك وبسرعة جدا قدمت لنا أدوار جديدة من نوعها على كمال الشناوي، يعني جمهورك كان متفاجئ بأدوار كتير جدا ما شافهاش قبل كده وما توقعش إنه هيشوفها منك. تحكي لنا عن الصفحة دي. هو شوفي، يعني بيبقى الفنان عامة بيحب يجدد. زي الرسام، زي ملحن، يعني فنان عموما ما بيحبش يحط نفسه في قالب واحد. واحنا للاسف كان عندنا المخرجين وكتاب يوم ما بينجح ممثل بيفضلوا واخدينه في الدور ده لغايه لما ينهوا خالص، ما يفكروش انه يعملوا له ادوار تانية او شكل اخر يتقدم بيه للجمهور. زي ما شفت سيادتك مثلا ممثلين، يعني انا كنت مشهور بالادوار المرحه الخفيفه العاطفيه، يقول لك هاتوا كمال الشناوي، دور الفيلن، دور الولد الوحش اللي مش عارف الشرير، هاتوا فريد شوقي، هاتوا محمود المليجي، خلاص بقت اسطمبة. لدرجة ان الجمهور من خلال قرايته لاسماء الممثلين في الفيلم يتكهن بالدور هيكون ايه، يعرف الرؤية كلها ايه. اللي حصل ان انا جيت في يوم من الايام كان فيلم اسمه المرأة المجهولة. الفيلم ده كنت انا متعاقد على اني هعمل دور الاول او دور الحبيب بتاع شادية اللي هيتجوزها، وبعدين يحصل الاحداث وتمر السنين ومش عارف ايه وبتاع. الدور ده انا كنت ماضي على اني هعمله. فحددنا ميعاد عشان نقرا الروايه. فمن خلال استماعي للروايه السيناريو عجبني دور عباس ابو الذهب، دور الولد الافاق، الانسان اللي لا ضمير له، اللي بيعاشر الرقصات في الكبريهات، اللي بيرتكب جريمه وبيقتل واحده وبيخش السجن وبيطلع بعد السجن عنده 60 سنه، وبرضه في لسه حته الاجرام بس بطريقه تانية، مش بالقتل او بالقوه، عاوز يستغل يعمل بلاك ميلينج او تشويه او تشهير للبطله. عجبني الدور، الدور حبيته. فانا بسمع الروايه عجبني الدور ده جدا، فسألت قلت لهم مين هيعمل الدور ده؟ فقالوا لي فاخر او صلاح نظمي. قلت لهم الدور ده انا حبيته، عايز اعمله. الكل رفض، مش متصورين، الكل لا يمكن بلا استثناء فوق ال 10 15 واحد. منهم الاستاذ نجيب محفوظ، والاستاذ انور احمد، الاستاذ بدر خان، كل الاستاذ عبد الوارث عاصم كانوا موجودين في اللجنه. لكن كنت انت مقتنع تماما؟ انا مقتنع ان انا عندي حاجه جوه عايز اعملها غير اللي انا بعمله. عايز شكل جديد اقدمه للجمهور. ما هو مش ممكن انا افضل طول عمري بقول نفس الكلام ونفس الحركات والتمثيل ايه يعني، وانا ايه بقى؟ صحيح. يعني 180 مش معقول، تعبت خالص لدرجه ان في افلام كنت لما امسكها اقراها كده اقول لا الدور ده يا جماعه انا عملته قبل كده، بس الاسم متغير. الاسم متغير يعني الشخصيه اللي عملتها ما فيش جديد ابدا فيها. الكل ما كانش موافق والكل رفض، الا المنتج الفيلم اقتنع وقال لي طب بس حطتني في موقف حرج، مين يعمل الدور بتاعك ده اللي كنت هتعمله؟ قلت له عماد حمدي. عماد يعمل الدور ده كويس قوي. وفعلا اتعامل المراه المجهوله، وكنت بعمل مكياج اقعد حوالي يمكن 4 ساعات عشان اعمل صلعه اصلع، خصوصا بعد ما خرج من السجن وعنده 60 سنه، وعشقت الدور وبقيت ادور على الملابس اللي البسها
وازاي تناول الشخصيه والاخر، وعملت الدور والدور نجح والناس استغربت ان جمال الشناوي عمل الدور ده. في بعض الناس في بعض الناس كرهتني ان انا عملت الدور ده، حبونيش، حبوش ان انا اتغير، عاوزين افضل الفتى الاول الانساني العاطفي اللي لكن يعني انا مش خد بالك يعني لكن انا كفنان عايز ارضي روحي اولا. صحيح الجمهور من حقه ان هو يبقى مبسوط، لكن من حقه ان هو ما يزعلش مني لما اعمل الدور. هو فاجئ يعني بعد 180 لازم يتفاجئ بحاجه مغايره تماما للي حصل قبل كده. فمن هنا بدات بقى ايه يحسوا المنتجين ان انا عندي طاقه وعندي قدره لاداء الادوار الصعبه، وهي دي اللي انا كنت بحب ان انا احطها دايما. الدور الصعب اللي محتاج لتمثيل، للاسف ما عندناش يعني ادوار صعبه بتتكتب الا يمكن في الفتره الاخيره بداوا يهتموا بالكتابه. كان زمان ادوار مسطحه، ما هياش ادوار فيها يعني يغور في النفس البشريه والابعاد بتاعتها والانفعال يعني التطور اللي حصل ده. علي الدربيه خرج الطاقات من جوه الفنان ده، يعني ممكن يعمل ايه؟ فمن هنا بدات بقى ان انا اخد هذا الاتجاه بقى، وبدا بقى الاتجاه ده في دوري في المستحيل وفي الرجل الذي فقد ظله، وده كان دور خدت عليه جايزه. ودوري في فيلم الوديعه هو إنتاجي. الجوائز اللي صورناها في البيت دي كانت على ايه اساس كمان؟ الجوائز انا الحقيقه واخد اكثر من حوالي يمكن 30 جايزه. يعني الحقيقه يعني الحمد لله كان الفتره الطويله دي فوق 30 جايزه. يعني في عن فيلمي وداع في الفجر، وده كان انتاجي، خد جايزه انتاج. وعن فيلم عريس لاختي خد جايزه انتاج برضه، وجايزه تمثيل بالنسبه لزيز البدراوي انا قدمتها في شكل جديد. فيلم طريق الدموع خد جايزه انتاج، وخد جايزه انتاج برضه، خد جايزه تمثيل بالنسبه لعبد المنعم ابراهيم في دوره في طريق الدموع. فيلم الوديعه خد جايزه انتاج في مهرجان سورينتو العالمي في ايطاليا، جايزه اولى. وده كان الحقيقه يعني فخر لنا ان فيلم مصري. مجموعه جوائز شايفينها كبيره جدا يعني فعلا. خدت جايزه انا في التمثيل في طريق الدموع، ودي وخدت جوائز من المركز الكاثوليكي للسينما كتير، وخدت اخر جايزه بالنسبه لفيلم الكرنك جايزه النقاد وكتاب السينما الجائزه الاولى. ده غير فيلمي الاخير اللي انا كنت انتجته من حوالي 3 سنين نساء الليل، خد 7 جوائز في التمثيل والانتاج وفروع اخرى. الفيلم اللي بتحسه نمره واحد في حياتك الفنيه فيلم ايه؟ دورك في فيلم ايه يا استاذ كمال؟ يعني هنقول طبعا كلهم اولادي وكل ده مفروغ منه يعني، بس انا عايزه دور شعرت انك اديت فيه شكل موفق جدا. والله شوفي يعني انا زي ما بقول لسيادتك في المرحله الاخيره او في ال10 سنين الاخيره دولت ببقى حريص على اختيار الدور اللي انا امثله، بصرف النظر اذا كان حتى كمان دور صغير ما يهمنيش كبره. لكن الدور اللي انا بحس ان انا عملت فيه شغل كويس قوي هو دوري في فيلم الكرنك. هذا الدور يعني صعب قوي ان فنان يقبله، لانه دور مكروه مكروه، يعني الممثلين عندنا يخافوا منهم يعملوا الادوار دي. طبعا بس ده دور انا حسيت ان انا يعني جديد عليا، رغم ان 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 ممكن يكون هو في شخصيات قبل كده يمكن ممثلين ادوها، زي مثلا دور محقق وكيل نيابه، دور ضابط بوليس او مأمور سجن يعني. لا يمكن هو ليه واقع تاني كان غير الشكل الوظيفي. ما هو يعني ما انا بقول لسيادتك هو يدي تشابه لدولت. وبعض اخواننا من الممثلين ادوا الادوار دي، فانا حبيت ان انا اعمل ستايل جديد، اسلوب جديد، حاجه جديده في الاداء تختلف عن الاسلوب اللي هو معروف عن المحقق وال الضابط الصارم او الشخصيه اللي مش فاهمها ابدا. يعني خدته ايزي ببساطه، ومثلته بطريقه ثعبانيه، ازاي ان انا اوصل ان انا استخلص الاعتراف بطريقه
وازاي اكون قاسي امتى وازاي اكون لين امتى وازاي ما اخليش اللي قدامي. لا بنشهد لك فيه يا استاذ كمال، يعني كلنا بالبراعه طبعا ما فيش. لا يعني هو ده يمكن من الادوار اللي انا بعتزي بيها خصوصا في الفتره الاخيره، والناس كمان حست ده كويس قوي. المجالات الفنيه الاخرى في حياه الفنان كمال الشناب بنفرد لها دلوقتي صفحه وبنقول بالنسبه للتلفزيون بنعتبر الاعمال ما فيش اعمال تلفزيونيه، يعني ما فيش تقريبا، مش كده؟ لا ما فيش. بالنسبه للمسرح انت خدت التجربه؟ في المسرح انا عملت لغايه دلوقتي يمكن حوالي اربع مسرحيات. اربع مسرحيات؟ اربع. بس مش عارف يا استاذ كمال، يعني ده يزعلك ان نقول المسرحيات دي ما علمتش؟ والله مش ما علمتش، يعني هو المسرح عموما مش كل الاعمال فيه اللي بتعلم، مش كلها. انت حسيتهم؟ يعني انا بتابع المسرح وبشوف المسرح. لا بالنسبه لاعمالك المسرحيه بالعكس، يعني انا اقول لك انا اول تجربه عملتها في المسرح كانت روايه اسمها مصياده للايجار اللي كانت اخراج محمود عزمي وكانت للمؤسسه بتاعت المسرح. والجمهور جه واتمتع واتبسط والعرض استمر لي شهرين، وايرادات المسرحيه كانت ايرادات كويسه جدا لدرجه ان هم يعني قالوا دي اول مره تيجي ايرادات بالشكل ده. طب ايه كمان من المسرحيات؟ عملت مسرحيه في الصيف سنه 74 كان اسمها اللعب على المكشوف. كان فيها مجموعه من الفنانين، كان في شهيره وسهير البروني ومحي اسماعيل ونبيل الهجرسي، واللي استمرت شهرين على المسرح العائم وجابت ايراد كويس جدا ونجحت. بتبقى فتره الصيف. فتره انا بحب المسرح لاني انت عارفه كانت بدايتي برضو مسرح، يعني اول ما الواحد هوى التمثيل كان بيشتغل مسرح في البدايات خالص. في البدايات خالص يعني، فبميل للمسرح وكان نفسي ان انا اعمل التجربه دي، لكن كان وقتي مشغول جدا في السينما وما كانش عندي وقت. يعني جات لي فرص كتير ان اشتغل في المسرح وانا بشتغل في السينما بس ما كانش عندي وقت. طب بصراحه شديده يا استاذ كمال، بتفكر تاني تعود لتجربه المسرح؟ طبعا لو جه نص كويس. لو جه نص كويس. وبرضه هي مساله نص، سواء مسرح او سينما او تلفزيون. النص هو اساس اللي انا اقدر اشتغل بيه. لو كده كويس اشتغلت، مش كويس مش هشتغل، يمكن اغيب سنه اثنين ثلاثه ما يستناش، ما يزعلش منه الجمهور. لا ما بيزعلش، يستناني وعارف انه لما هرجع له هرجع له كويس. لا طبعا هو ده المطلوب واحنا مستنيين ده. بالنسبه للاعمال التلفزيونيه ليك عمل تلفزيوني؟ الحقيقه يعني انا جيت هنا دبي عشان اعمل مسلسل تلفزيوني، ودي اول تجربه هعملها كمسلسل تلفزيوني. برضو كنت بخاف. كنت حريص على اني ما اقبلش، كان كتير جدا بيتعرض لي وبرضو برفض. النص عجبني جدا، اللي هي الروايه اللي احنا بنعملها دي اسمها عيون الحب، دي اخراج ابراهيم الشقنقيطي. اخراج ابراهيم الشقنقيطي. وبعدين المستوى الفني اللي ممكن الواحد يشتغل فيه ده مهم جدا للفنان، خصوصا ممثل السينما. ممثل السينما لما تطلعيه من الكادر بتاع السينما وتحطيه في كادر تلفزيون، ان ما كانش كادر التلفزيون ده على درجه من الاجاده الكامله والفنيه بحيث انك ما تحسيش ان هناك فرق، ده يبقى كويس. فانا حريص على الحته دي ان انا اتحط في كادر كويس. فجيت هنا تلفزيون دبي، حقيقه وجدت امكانيات رهيبه، فهم، زملاء فنانين مخلصين بيحبوا العمل، كل واحد بيتفانى في شغله. حسيت ان انا فعلا في ايد امينه. لا احنا بنتمنى التجربه دي تنجح ان شاء الله ونشوف جزء من العمل اللي بتقدمه في دبي ان شاء الله. تعملي ايه؟ زهقت من نومه السرير. وايه ده؟ دول قميصين بتوعك، لقيت نفسي فاضيه غسلتهم ونشرتهم. وده كلام برضه يا ماما؟ مش في غساله بتيجي؟ ولا انت تعبانه وعيانه وبتعملي الكلام الفارغ ده؟ ما تحرمنيش من اني اقدم لك حاجه يا كلام، ما تخلينيش دايما احس ان انا باخد وما بديش. ما هو اذا عملتي كده تاني انا هسيب لك البيت خالص عشان استريحي. بابا مالك؟ عمري ما شفتك زي النهارده. مش عارف،
مش عارف ايه اللي جرالي. اعذري يا شيرين، واحد مراته مش قادره تقدم غير العذاب. ايه بس لازمته الكلام ده يا ميرفت؟ هي دي الحقيقه يا جلال، يا ريتك تقولها. انت ناسي ان انا السبب؟ انا مسؤول عن الحادثه بتاعتك، انا اللي كنت سايق عربيه، غلطتي وبتدفعي ثمنها، وفي الاخر كمان عايزاني اتضايق منك. ده نصيب يا جلال، كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيب. ميرفت، انا عمري ما هتضايق ولا هتضايق منك حتى لو فضلت 100 سنه. امال ايه اللي مزعلك النهارده؟ كل البنات بيقولوا لي باباكي مش زي عوايده. انت عارف حكايه البنت اللي دخلت النهارده في نص المحاضره؟ حتى دي ظلمتها، لو عرفت ظروفها هتعذرها، دي مسكينه قوي. تصوري يا ماما، طردها قدام المدرج كله، كانت هتموت نفسها من العياط. انت تعرفيها؟ النهارده اول مره اكلمها عشان خاطري يا بابا، تراضيها يوم السبت قدام الطلبه. استاذ كمال، انت من مواليد سنه كام؟ انا 26 ديسمبر. وبتمتنع على الباقي. يعني نقدر نقول برج ايه؟ برج الجدي. برج الجدي. انا عندي الحقيقه هنا مجموعه كل الابراج، فانا محضراهم النهارده عشان اشوف انت برج ايه واختار منهم البرج اللي انت تبعه، ونقدر نعرف خصائص البرج ده، واي واحد برضو او مشاهد او مشاهده دلوقتي يشوف هم برج الجدي ده الخصائص بتاعته هتنطبق عليهم ولا بس على اساس كمال الشناوي. نشوف بعد الجوله بين الصفحات دي قدرنا برضو نشوف ده صح ولا مش تمام. الست دي اسمها أرسولا ميروب، هي في كوزموبوليتان في امريكا بتكتب عن الفلك دايما، فبتقول ان الناس دول اللي هم مواليد برج الجدي حكايتهم حكايه. يعني مثلا هتلاقي حيطه عاليه بنيها مولود برج الجدي حوالين نفسه، هتلاقيه خجول لكن في نفس الوقت قوي وعنيد، تمام كما القديس، هادئ صامت اسطوري لكن يقدر يكون عنيف. الكلام ده ماشي؟ ده ماشي خالص حقيقي. يعني حقيقي، يعني الواحد يبان عليه انه يحب العزله لكن هو في الحقيقه مش كده بالظبط، يحب المجامله، وده واضح من شويه صغيرين جدا في الافلام الزمنيه دي. يكره قوي التملق، عنده دايما قضيه شغلاه طول عمره. اللي هي ايه؟ دايما مواليد في دايما قضيه تشغله على المدى. عشان كده كتير قوي من الزعماء والصور والفنانين بيطلعوا من برج الجدي. المؤلفه هنا بتفكرنا ان مواليد البرج ده مثلا بنيامين فرانكلين وجان دارك، مارتن لوثر كينج، ماوت ستونج، واسحاق نيوتن، وافا جارنر. طب كويس. وكمال الشناوي. الانسان الصلب الواثق من نفسه ده، الصارم ده، بتقول بقى ست اقلبه من جوه لبره هتلاقي جواه واحد تاني خالص، رقيق جدا، حالم، ودود، بحيث ان الدنيا لما تشتي والجو يبقى برد والازمات تكتر والاصدقاء يختفوا هيكون هو الصديق الوحيد اللي ينجدك وقت الشده. حقيقي في حاجات عظيمه جدا، مع انه ما كانش باين عليه حاجه ابدا قبل كده. عشان كده دايما الفلكيين بيقولوا على مواليد البرج ده، رجاله او ستات، انهم مسك الختام، وانهم بيعكسوا نظريات الزمن، بمعنى ان الزمن دايما دايما في صالحهم، ومع الزمن بيبقوا اكتر واكتر شباب. حاجه لذيذه قوي. الراجل ده مثلا لما يحب واحده يبقى جمالها الشكلي هو اخر حاجه تجذبه ليها، انما اللي بيجذبه بالفعل صفات تانية اكتر اهميه، زي مثلا انها تكون صريحه، لبقه، صادقه، ام مخلصه، ست بيت كامله، محترمه. اهم حاجه محترمه دي بالنسبه له، لانه مش بيشوفها زي معظم الرجاله التانيين زي ما هي النهارده، لكن بيبص لها بعد 20 سنه من النهارده. دي حاجه جميله قوي. ده منطبق على الفنان كمال الشناوي. في حاجات كتير جدا، يعني اكتر حاجه ملفته الخجل.
خجول جدا للاسف. وده يعني انا بواجه الكاميرا وبمثل وكله، لكن عندي حته الخجل. طيب نقدر نقول نخرج من هنا برضو، نقدر نقول الفنان كمال الشناوي اتجوز كم مره؟ ده لسه في الخاص جدا. ايه ده؟ الاسئله الخاصه جدا. انا مش عارف هما بيجوزوني كده كتير قوي، بس انا يعني هما الصحافه بتكتب كده ان انا اتجوزت ده واتجوزت واتجوزت مش عارف. طب يعني هما كتبوا عن كم جوازه؟ اصل احنا تعرفي يعني عشان احنا تحت الاضواء فدايما يعني بيبقى تركيز اكتر، لكن في ناس اتجوزوا عشرات ومع ذلك ما حدش يعرفه. انا بقى بالذات او غيري من الفنانين دايما باستمرار تبص لهم ويسلطوا الاضواء ويقولوا عليهم اتجوزوا او يضيفوا زوجة من غير مناسبة. ممكن. ممكن، لكن يعني ما وصلوش أكتر من العشرات يعني. حرام عليك يا شيخ. أستاذ كمان ليك عمل تاني غير التمثيل؟ لا. أيام التدريس زمان وصلت شوية جمعت بين التمثيل والتدريس فترة وخلاص وبس. أنا يمكن برضو اشتغلت مدرس في معهد السينما سنتين، كنت بدرس في معهد السينما سنة 72 و73 وانتهت الفترة دي. بتستخدم باروكة شعر؟ لا، الناس بتقول عليا ان انا حاطط باروكة. اشيلها؟ ولا اشيل ايه؟ مفيش شعر اهو. يعني طيب بتصبغه؟ بصبغه؟ هو لونه ده طبيعي ولا انت سابه؟ لا هو انا بصبغه. ممكن تعتذر؟ أنا أنا بصبغه أبيض في الأفلام لما بتطلب مني إن أنا مثلا أعمل دور راجل كبير في السن أكتر، فبصبغه أبيض. ودلوقتي لونه الطبيعي ولا مصبغ؟ أحيانا بصبغ مثلا الأطراف هنا لما يتطلب الدور إن أنا مثلا أعمل دور أصغر أو حاجة زي دي، فيعني بس ده اللي بيحصل. لكن الأسود لا؟ أسود أسود؟ يعني زي باين إنه مصبوغ، لكن ده مش مصبوغ. بصراحة شديدة أستاذ كمال، تقول لي رأيك في مجموعة من النجوم هسألك عنهم دلوقتي. نبدأ بشكري سرحان. شكري؟ عايزين الردود اللي تبعد شوية عن الدبلوماسية. نو نو أبدا بالعكس. آراء صريحة. شكري وارف. شكري شكري أنا أول فيلم مثله كان فيلم اسمه ابن النيل. يعني هو شكري اشتغل معايا في أول ما ظهرت، كان بيشتغل أدوار معايا مساعدة، دور الفيلن الشرير. واول دور عمله لفت نظري جدا هو دور ابن النيل. خرجت من السينما كان حفله الساعه 3، كل واحده قبله اقول له اتفرج على شكري سرحان. حسين فهمي. حسين بيفكرني ببدايتي انا في السينما، في الادوار الخفيفه المرحه اللي دايما مبتسم ويغازل البنت ويجري وراها ويحبها ومش عارف ايه وبتاع. وحسين دايما بيدور على ادوار جديده، هو مش مبسوط من هذه الادوار لحد دلوقتي. مش مبسوط. يعني هو نفسه يعني في فيلم الهارب اشتغل معايا فيه، الدور ولد مظلوم، ولد بيطاردوا البوليس واتحط في مآزق وفي انفعال كبير، هو عايز يعمل الادوار ديت، عايز يقول انا بمثل. انت معاه في الحكايه دي؟ المفروض المفروض يعني هو المفروض لازم يلون باستمرار، يعني مره يعمل كده ومره يعمل كده، بحيث ان الجمهور ما يبقاش داخل وعارف هو هيعمل ايه، يفاجئه دايما باستمرار. طب ايه رايك في عمر الشريف؟ عمر يعني في 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 اعماله اللي عملها في السينما المصريه، بداياته اللي عملها ما كانتش 100%، يعني ما اقدرش اقول لك ان هو كان عظيم في الفترة بتاعت الأدوار خصوصا الأولى، إلا إذا كان فيلمين ثلاثة في الأواخر اللي هم في بيتنا رجل و سيدة القصر وحاجة زي دي. لكن عمر خرج بره، عرفوا يحطوه في الإطار الصح. عمر الشريف اتنقل، حط في برواز صح وراه تكنيشن حطوه كعمر الشريف ونجح عمر الشريف. مين أصدقاء عمر كمال الشناوي؟ زملائي اللي في معهد التربيه العاليه للمعلمين ايام ما كنا طلبه لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي بروح ازورهم في بيوتهم، بتفرج على انتاجهم رسمهم. على كل حال يعني الفنان فيك اصيل جدا يا استاذ كمال، يعني شفنا يمكن في البيت قد ايه ده واضح، في ديكورات البيت،
في الرسومات الموجودة كلها من إنتاجك. ما فيش أي حاجة مستوردة يعني من خارج البيت، كلها جوه البيت. لا شوفي مثلا أنا أقول لك حاجة، الرسومات بتاعتي يعني أنا جات فترة عليها من فترات زي ما أنت حللتيلي في البرج بتاعي، هادي مش أنا دي ست الفلكية الأمريكانية زي ما قلتي يعني هادي و... وعندما يصور يصور، فكان بتحصل لي أنا صور داخلية ما بقدرش أنفس عنها، بقدرش أفجرها، مش عايز أتخانق، متضايق، في حاجة نفسية مضايقاني. فكنت كل اللي أعمله إن أنا أجيب الورق والألوان وابتدي أصرخ برسوماتي. فتبص تلاقي اللوحات بتاعتي لوحات كلها عبارة عن حالات نفسية أنا بعاني منها، وأحبس روحي فترة طويلة زي ما يكون واحد مثلا مش عايز يشوف حد، عنده حالة نفسية، عنده حالة اكتئاب، عايز ينزوي، مش عايز يقابل حد. فيحصل لي كده بيني وما بين اللوحة وبالألوان انفعل وأرسم وأطلع اللوحات. هذه اللوحات بتبقى فعلا من داخلي من جوه، بعد ما بخرجها بهدى وبرجع شخص تاني. ويمكن فترة برضو اتجهت الأطفال في التلفزيون يا أستاذ كمال. كنت معاهم مرتين كل أسبوع بتقدم لهم برنامج. ومعرفش يعني توقفت لي عن تقديمه. هو البرنامج الحقيقة في الواقع أنا يعني الفترة دي أنا ما كانش في أفلام أو أدوار أنا راضي عنها، فكان برضو كنت عايز أن أنا أنشغل أقدم حاجة تنفيس يعني تنفيس برضو عايز أقدم حاجة. فأنا فكرت أن أنا أقدم للأطفال لأن أنا أصلا مدرس سابق وعندي حتة التدريس زي ما قلت لك ما انفصلتش مني بدليل أن أنا لازلت فيها. فبدأت أفكر في برنامج للأطفال، أطفال محتاجين أن إحنا مش نقول لهم حواديت، مش إحنا محتاجين أن إحنا نقول لهم يعني نكلمهم بأسلوب الناعم الرقيق اللي مش فاهم إيه علشان دول أطفال، لا أنا بكلمهم كرجال بس صغار. فبقيت أدور لهم على مواضيع علمية وحط فيهم بذرة الثقافة العلمية، حتة فنية أدور لهم على الحتة دي بحيث أن أنا أشبع فيهم. استمر مرهبات. البرنامج قد إيه يا أستاذ كمان؟ البرنامج ده استمر حوالي سنتين. فترة طويلة. ده طلع يعتبر من أحسن البرامج اللي قدمها التلفزيون في وقت من الأوقات. طب دي حاجة عملوا كان بحث ميداني كانت عملته تمادر توفيق وطلع أول برنامج، ده كان فخر لي أنا والله طبعا سعيد بيه قوي، وانتشر هنا في كان كل الخليج والبلاد العربية والسعودية وكله، ده كان موجود هذا البرنامج بيتعرض لغاية دلوقتي عندهم حلقات منه. أستاذ كمال، أمنية بتتمناها ممكن نختتم بيها صفحات الليلة دي؟ أنا أتمنى أن أنا يعني يكون عندي عطاء أقدمه لكل الناس. احنا بنكتفي بصفحات دي من حياتك، حياتك الفنية الحافلة طبعا، وبنتمنى لك دايما التوفيق أستاذ كمال. أشكرك. ألف شكر.